من جهته كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي عن وضع ما لا يقل عن 130 مهندس في المراقبة التقنية من أجل مسح شامل لولاية بجاية ورصد كافة المنازل المتضررة، بالإضافة لتقديم الحلول اللازمة سيما بالنسبة على مستوى قطاع التربية. احنا الآن في 100 مهندس من السي تي سي، ومن نهاية اليوم أو على أقدر حد غد صباح راح يكون 130 مهندس سي تي سي اللي راح يقوم بعملية مسح لجميع الولاية، يعني باش ما نبقاش برك في 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 شاف اليود ولاية، راح نقوم بمسح لجميع المساحة تاع الولاية باش نطمئن المواطنين على مستوى ولاية بجاية. الحلول راح نبدا ننتج في الحلول تقريبا من اليوم، خاصة بما يخص لي زيكيبمون سكولار، لأنه ما نساوش فيه دخول لازم يجوز يعني في احسن الظروف. ماشيين ثاني في الاكسبرتيز تاع المنازل، بدينا بالاحياء القديمه اللي فيها شويه درت كما قال السيد وزير الداخليه، انه فيه بنايه كانت قد صنفت في السابق انها روج وما فيهاش وكانت ما فيهاش يعني سكنات. ماشيين في الاكسبرتيز تاع البنايات القديمه لنجد الحلول ونمشي يعني باش نطمئن السكان والمواطنين.